ونتابع مشاهدينا الآن هذه الصور المباشرة من غزة، حيث هناك قنابل مضيئة تضوي سماء غزة، وهناك طبعا أصوات للطيران الذي يحلق فوق سماء غزة. وكان مراسلون تحدثوا بأن هذا القصف لم يتوقف، تختلف وتيرته بين ساعة وأخرى ولكن لم يتوقف، وهناك قصف جوي بالإضافة إلى قصف من الزوارق البحرية، وفضلا عن الاشتباكات بالدبابات والقذائف بسبب التوغل البري. إذن ما زلنا نتابع هذه الصور لغزة وأصوات الطيران بالإضافة إلى القنابل المضيئة أو القنابل، لأنه بالأمس تقريبا كانت الصورة كالتي نتابعها اليوم، وكان زملائنا يتحدثون عن قذائف فوسفورية، الفوسفور الأبيض، ولكن حتى الآن نحن نتابع هذه الصورة ونشاهد السماء، يعني هناك ضوء في السماء من خلال هذه القذائف التي تلقى، بالإضافة طبعا للصوت الواضح جدا للطائرات التي تحلق في سماء غزة. إذن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل إضاءة على مناطق مختلفة من غزة وسط قصف كثيف. وكما ذكر مراسلونا، نعود ونذكر بأن هذا القصف لم يتوقف منذ بداية هذه الحرب، وإنما وتيرته تختلف من ساعة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.